أهلا بكم. قالت مصادر طلابية أن السفارة اليمنية في الرباط استدعت قوات الأمن لفض اعتصام للطلاب كانوا يطالبون بمستحقاتهم هناك. يأتي هذا في الوقت الذي لا يزال الطلاب المبتعثون في باكستان يناشدون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيري الخارجية والتعليم العالي بسرعة حل مشاكلهم وإنقاذ مستقبلهم الذي بات على المحك. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مدى تأثير تأخر وصول المستحقات المالية على مستقبلهم، وأين ذهبت الوعود الحكومية فيما يخص تسليم المستحقات وحل مشاكل الطلاب. يعود المشهد المأساوي ليلقي بظلاله على الطلاب في الخارج، فما بين الاعتداءات التي يتعرضون لها أمام السفارات التي ينفذون فيها اعتصامات سلمية للمطالبة بمستحقاتهم والتهديدات بالطرد التي تواجههم كل يوم من قبل مالكي مساكن الإيجار، يقف الطلاب ليكابدوا معاناتهم. فصول المأساة بالنسبة لهم لا تتوقف عند هذا الحد، فما زال الكثير منهم مهددين بالفصل والترحيل في حل لم يسددوا الرسوم المستحقة لجامعاتهم. وبين هذا وذاك لا تزال الوعود الحكومية فيما يخص صرف المستحقات متعثرة أمام مطالبات لم تتوقف منذ ما يقارب العام. نتابع التقرير ومن ثم نعود لنبدأ النقاش مع ضيوف هذه الحلقة. ما بين مطالبات مستمرة ولا مبالاة في الاستجابة تستمر معاناة الطلاب اليمنيين في الخارج. أكثر من نصف عام مر وما زال الطلاب يواصلون احتجاجاتهم ومناشداتهم لصرف مستحقاتهم وإنقاذ مستقبلهم المهدد بالضياع. فلا يختلف وضع الطلاب الابتعاث في روسيا عنه في ماليزيا، ولا يتغير في باكستان وألمانيا. دول عديدة يعيش فيها الطلاب مأساة واحدة لا تؤثر على تحصيلهم العلمي فحسب، بل تضع الطالب المبتعث في مشاكل إنسانية وأخرى قانونية نتيجة عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات في بلد الابتعاث. وعلى الرغم من أن رئيسي الجمهورية والحكومة قد أطلقا قبل أشهر وعودا بصرف مستحقاتهم وأمرا بتشكيل لجنة للصرف، غير أن تلك الوعود يبدو أنها قد ذهبت أدراج الرياح وكأن شيئا لم يكن. أن اللجنة المكلفة من قبل فخامة رئيس الجمهورية لحل مشاكل الطلاب وبانتقائية غير منطقية عالجت بعض المشاكل الطلابية لبعض الدول، ووجهت قبل أيام قليلة بسرعة التحويل العاجل إلى بعض الدول الأخرى، وتناست بقصد أو بغير قصد دول أخرى. الظروف الصعبة التي يعيشها الطلاب جراء انقطاع مستحقاتهم الحكومية لم تجد حلا شاملا من قبل الحكومة الشرعية كما يقول المبتعثون، فضلا عن أن ذلك يراكم الديون عليهم بسبب المصاريف والاحتياجات اليومية. لا تتوقف المعاناة عند هذا الحد، بل إن الاعتصامات التي ينفذونها بشكل يومي وبطرق سلمية سرعان ما تواجه بعنف وفض بالقوة من قبل أمن السفارات وبطرق وصفت بغير لائقة. وأمام حكومة لا تسمع لا ترى لا تتكلم، يقول متابعون، ها هم الطلاب يعيشون الفصل الأخير من مأساتهم التي تتضمن تهديدات بالفصل من جامعاتهم وترحيلهم من بلدان الابتعاث. نبدأ النقاش مع ضيفنا من المغرب رفعت الأثوري، طالب دكتوراه وأحد الطلاب المعتصمين. أهلا بك رفعت. أهلا وسهلا أخي العزيز. أولا نشكر قناة بلقيس وكل العاملين في القناة على جهودهم المبذولة واهتمامهم بمتابعة قضايا الطلاب، كما نشكر جميع المشاهدين. أولا نحب أن نضع المشاهدين ونضعكم أمام الصورة، نحن هنا في المغرب طلاب الاستمرارية لم نتحصل على مستحقاتنا، مضى أعوام ونحن بدون مستحقات مالية، قطعت مستحقاتنا، لم نتمكن من مواصلة دراستنا، نحن طلاب الاستمرارية نعاني أشد المعاناة. حضرنا اليوم منذ أمس للاعتصام في أمام مبنى السفارة، أغلقت السفارة أبوابها في وجوهنا، لم نتمكن من دخول السفارة، فاضطرينا إلى الاعتصام أمام مبنى السفارة. ففوجئنا اليوم الساعة الواحدة بتوقيت المغرب، الثالثة بتوقيت اليمن، بوصول ثلاث سيارات من الأمن الوطني يطالبوننا برفع الاعتصام وأخذ أدواتنا من أمام مبنى بوابة السفارة باستدعاء من السفارة، فاضطرينا استجابة لمطالبهم برفع الاعتصام ودخلنا إلى مبنى الملحقية لإكمال اعتصامنا، بالرغم أن مبنى الملحقية غير مؤهل للاعتصام،
حاجات كثيرة في الملحقية لا تؤهل وليس مؤهلة لأن نبقى فيها. نطالب من جميع المسؤولين، نطالب من رئيس الجمهورية عبد الرب، من رئيس الوزراء، من وزير التعليم العالي، من وزير حقوق الإنسان سابقا، سفيرنا حاليا في المغرب، معالجة مشكلتنا، النظر في موضوعنا. فقد عانينا، طردنا من منازلنا لعدم قدرتنا على دفع كراء الشقق، فاضطرينا إلى اللجوء للسفارة لأنها بيتنا الوحيد، فلم نلقى أي مجيب غير الوعود بحل مشكلتنا دون فائدة. ومن هنا من مكان الاعتصام كذلك نناشد وزارة التعليم العالي بصرف مستحقات طلاب وزارة التعليم العالي وكل الوزارات لصرف مستحقات الربعين الثاني والثالث. فطلاب التعليم العالي هنا وجميع الوزارات يواصلون دراستهم تحت ضغط وعناء المعيشة بدون مستحقات للربعين الثاني والثالث. بعض منهم يعني لديه عائلات وأبناء وأطفال وليس لديهم يعني ما يؤكلهم وما يعيش كيف يعيش في المغرب برغم غلاء المعيشة. هذا بالنسبة للطلاب الذين منحتهم مستمرة، يعني رواتبهم للربعين الثاني والثالث لم تصل إلى الآن. أما بالنسبة لنا نحن الطلاب الاستمرارة فمعاناتنا أشد مرارة منهم، يعني فلذلك نرجو من مسؤولينا النظر إلى حالنا إلى وضعنا. طيب، فقد صار وضعنا هناك الكثير من الوعود قدمت لكم، هل لمستم وجود حراك حقيقي لدى الحكومة والمعنيين من أجل تسليم مستحقاتكم؟ ليس هناك أي حلول فعلية غير وعود بحل مشكلتنا لا أكثر، بالرغم من أنه تم اعتماد مجموعة من طلاب الاستمرارية في بعض الدول، مثلا في الهند، في الجزائر، في مصر مؤخرا، يعني تم اعتماد طلاب في عدد من الدول طلاب استمرارية، فنحن مطلبنا اعتمادنا أسوة بهم، ولم نتلقى من السفارات والوزارة غير وعود بحل مشكلتنا لا أكثر، ولم نرى من هذه الوعود أي شيء على الواقع. طيب، ينضم إلينا أيضا من المغرب الأستاذ علي الشريف، الوزير مفوض في السفارة اليمنية هناك. أهلا بك أستاذ علي. مرحبا بك أخي العزيز. أستاذ علي، ما ردكم على الأخبار الواصلة من المغرب بخصوص منع الطلاب من الاعتصام داخل السفارة؟ لماذا منعتم الطلاب من الاعتصام وطلبتم لهم قوات الأمن المغربي؟ أولا شكرا جزيلا لك أخي العزيز ولقناة بلقيس. أتمنى أولا يا أخي أن نكون لدينا يعني حرص على الموضوعية في نقل الأخبار، والأخ الطالب الذي استمعت إليه والسؤال الذي يطرح غير صحيح مطلقا أن السفارة اليمنية أغلقت أمام أي طالب، أتحدى أي واحد يثبت هذا الموضوع. السفارة اليمنية مفتوحة أمام الطلبة في كل الأوقات، يأتون إلى الملحقية الثقافية والتعاون معهم مستمر في رفع مذكرات تلو المذكرات، ونحن تأكدنا على هذا الموضوع أكثر من مرة. يا إخوة، السفارة ليست جهة تمويلية وإنما جهة تنسيقية وتواصلية مع الداخل لرفع هموم وقضايا الطلبة، ونحن مع قضايا الطلبة. لكن أن أسمع من الطلاب، من أبنائنا الطلاب للأسف الشديد، أن يقولوا أن السفارة مغلقة أمامهم، هذا في الحقيقة يشعرني بالإحباط الشديد ويشككني أصلا في مصداقية وموضوعية قضيتهم. الطلبة رفضوا حتى أنه السفارة لم تمنعهم من الاحتجاجات ولا من الاعتصامات داخل الملحقية الثقافية، رفضوا هم ذلك وأصروا على الدخول إلى السفارة من أجل إغلاقها وتعطيل عملها فقط لا غير. ولهذا وقفوا في الشارع، في الشارع أمام باب السفارة. جاء الأمن المغربي يا أخي ورفض، قال لهم ممنوع، الشارع ممنوع، عليكم أن تدخلوا إلى داخل. يعني هذه قضايا ليس لنا علاقة فيها، على الجميع أن يحترم قوانين البلد المضيف. أنا لا أستطيع أن أقول لهم لا، ما بالله لابد أن يبقوا هؤلاء الطلبة في الشارع، يعني رغم عن أنف النظام والقانون السائد في هذا البلد. الملحقية مفتوحة أمامهم، هم الذين رفضوا، وأتحدى أي شخص يثبت غير هذا الموضوع. هذا أولا. ثانيا، الأخ العزيز الذي يقول السفارة لم تتعاون معهم، لدينا ما يثبت بالوثائق وبالأدلة على رفع مذكرات بأرقام مذكرة تلو أخرى من أجل الأخوة في طلاب الاستمرارية، مع أنه يجب أن يعلم الجميع
أن طلاب الاستمرارية، كلمة استمرارية هو مصطلح نحت إعلاميا وليس له أي وجود قانوني، ليسوا كالطلبة الذين مستحقاتهم يعني موجودة ولديهم قرارات إيفاد ويستلمون. يجب أن نفهم ماذا يعني طلاب الاستمرارية. طلاب الاستمرارية معناه طلبة أنهوا دراستهم إما البكالوريوس أو الماجستير وانتهت مدتهم ويريدون أن يواصلوا دراستهم، من حقهم طبعا، ولكن هذا الموضوع له إجراءاته التي يجب أن تتم عبر الجهات المعنية في الداخل. ليس لدينا مانع ونحن نبدي التعاون ونتمنى أن يكون هناك مصداقية من قبل إخواننا أو أبنائنا الطلبة في نقل المعلومات، وأيضا من قبل حبايبنا في وسائل الإعلام أن يتحروا الدقة والموضوعية. طبيعي، هو مهم أن وسائل الإعلام تتحرى الدقة، لذلك أنت معنا الآن على الهواء مباشرة أستاذ علي حتى نستمع لردكم على ما حدث. هذا ضمن الهدف لقناة بلقيس. طيب أستاذ علي، الآن من المشاكل والآثار المترتبة على تأخير مستحقات الطلبة هي موضوع الرسوم الجامعية والتهديدات من قبل الجامعات بربما فصلهم أيضا أو توقف الدراسة. أنتم كسفارة ما الذي قمتم به من خطوات وعلاقات مع الجامعات المغربية في هذا الجانب؟ بالنسبة للمغرب في هذا الجانب هو مختلف عن الدول الأخرى. لا يوجد عندنا هذا، من حسن حظنا وحظ الطلبة أن المغرب ليست فيه رسوم جامعية. كل الطلاب هنا لديهم مقاعد مجانية يدرسون يعني من قبل أشقائنا في المغرب، وهذا من الأشياء التي يجب أن نشكر فيها يعني أشقائنا في المملكة المغربية. هذا من جانب. من حق الطلبة أن يطالبوا بحقوقهم، ومن حق السفارات ويؤكد التعاون، ونحن نقوم بالنسبة لنا نقوم بهذا الموضوع على أكمل وجه. أبنائنا الطلبة المنصفين يعلمون هذا الموضوع. طيب أشكرك جزيلا أستاذ علي. نتعاون معهم حتى بالاتصالات، حتى والسفير موجود في الرياض أو مسافر يعني يقوم بنفسه بمتابعة قضاياهم قضية قضية. يعلمون ذلك أنه منذ البداية حلت مشاكل كثيرة من قبل السفير ومن قبل السفارة، والجهود مستمرة في هذا الجانب، لكن لا يدفعوا هم يعني من أجل تصعيد الموضوع وإيهام الرأي العام أنه هناك صدام وأنه هناك مشكلة، على أساس يوصلوا يعني أنهم يعتقدون أنه لن يوصل صوتهم إلا بهذه الطريقة غير الصحيحة. هذا كلام غير صحيح ومرفوض ولن نقبله. أشكرك يعني جزيلا أستاذ علي الشريف الوزير المفوض في السفارة اليمنية في المغرب على كل الجهود المبذولة وعلى هذا التوضيح. أعود لأختم مع رفعت الأثوري طالب الدكتوراه من المغرب. إذن استمعت لحديث الأستاذ علي الشريف، الجهود مستمرة من قبلهم وهناك متابعة دائمة وحثيثة لقضاياكم والتواصل مع الداخل. في نقطة تأخير المستحقات والآثار المترتبة عليها في دقيقة، تفضل رفعت. أشكرك أخي العزيز. ثانيا أنا أحترم رأي الأستاذ علي الشريف وما قاله. أريد أن أؤكد لدينا ما يثبت أن الطالب إذا كانت لديه معاملة في السفارة اليمنية لا يتم تسليمها إلا عن طريق الحارس، حارس السفارة ومن فوق البوابة. ثاني شيء، إحنا من حقنا من طلبة بالاستمرارية كوننا طلاب. بالنسبة للآثار المترتبة على تأخير المستحقات، هناك آثار مترتبة عدة على تأخير المستحقات. بعض منا لا يستطيع الذهاب إلى الجامعة، بعض منا لديه أبحاث علمية في المختبرات في كذا، لا يستطيع له أن يكمل أبحاثه العلمية بسبب عدم قدرته على شراء المواد اللازمة لإجراء بحثه، كذلك عدم القدرة على دفع إيجارات السكن والشقق، فقد أصبحنا مهددين بالطرد من منازلهم، وبعض منا فعلا طرد من منازلهم بسبب عدم القدرة على دفع الإيجار. أما بالنسبة لقضيتنا كاستمرارية، فمن حقنا اعتمادنا كأسوة بباقي الدول، لأنه تم اعتماد عددا من الدول وتعامل السفارة. أننا لم نتهم ولم نقل أن السفارة قامت أو حدثت بيننا مصادمة السفارة، إحنا قلنا السفارة تعطينا وعود ولم نلمس من هذه الوعود إلى الآن أي فعل ملموس غير الوعود والوعود بإرسال مذكرات إلى الداخل. فقد شبعنا، وهذا وضحه الأستاذ علي الشريف وقال أنه هذا هو ربما المتاح للسفارة القيام به، هي ليست جهة تصرف المستحقات. أشكرك جزيلا رفعت الأثوري طالب دكتوراه، كنت معنا من المغرب. ينضم إلينا من باكستان معاذ الصوفي رئيس اتحاد طلاب اليمن هناك. أهلا بك معاذ. أهلا وسهلا بكم. مناشدات عديدة تطلقونها فيما يخص المطالبة بصرف مستحقاتكم، هل هناك استجابة؟
طبعا حتى الآن لا توجد أي استجابة ولا توجد أي بوادر للتحرك لا من قبل وزارة التعليم العالي، يعني لم تطرح حتى الآن، لم نسمع أنها طرحت موضوع مستحقات الطلاب على مجلس الوزراء أو في اجتماعاتها أو في 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 جدول أعمالها. صراحة الموضوع مخيب للآمال كثيرا انه يظل الطلاب في كل فترة وفترة يخرجون للاعتصامات ومناشدات وحملات إلكترونية، يعني يقضون يعني معظم أوقاتهم في التفكير كيف ممكن انهم يوصلوا أصواتهم او كيف انهم ينقذوا أنفسهم من الأوضاع الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، بدلا من التركيز في الدراسات وفي أبحاثهم. طيب في بيانكم الأخير تحدثتم عن مشاكل أخرى تواجهونها بالإضافة إلى مشكلة المستحقات. نعم بالطبع في باكستان احنا لدينا أمر مختلف طبعا، يعني انا اقول لك انه في باكستان يعني سيكون هناك في الأسبوع القادم سيكون هناك اعتصام مفتوح واعتصام يعني ان شاء الله سيكون جيد الى حد ما. في بياننا الذي أصدرناه اليوم طبعا هناك في مواضع أخرى كثيرة اللي هي أنه الطلاب مثلا طلاب غير قادرين على دفع رسوم الفيزا، طلاب التذاكر، الطلاب الخريجين منذ ثمانية أشهر وهم في انتظار تذاكر السفر تصرف لهم، وحتى الآن لم تصرف لهم أي مستحقات، وهم يعني الأرباع حقهم توقفت وهم في انتظار التذاكر تصرف، وشهر بعد آخر التذاكر تتأخر، وهم يعني جالسين بدون أي مستحقات ولا بوادر إلى أي حلول لهذا الموضوع. بالإضافة إلى أنه لدينا قضية أخرى هي قضية المنظمات، يعني هناك منظمات إنسانية أتت إلى السفارة اليمنية في باكستان من أجل أنها يعني تساعد الطلاب اليمنيين بسبب أوضاعهم الصعبة. يعني يعني للأسف كان التصرف من السفارة تصرف يعني نستغرب ولا نعرف يعني على أي أساس كانت تم هذا التصرف، إنه رفع الملحق الثقافي ب 17 اسم، أربعة من أولاده وأقربائه وأقرباء طاقم السفارة، بينما الأشخاص اللي هم متضررين، الأشخاص اللي هم أوضاعهم صعبة في الجامعات تم استثنائهم. طبعا نحن تكلمنا مع السفارة بهذا الخصوص على أساس أنه ممكن يعني كيف يكون في تنسيق بين الاتحاد وبين السفارة من أجل أنه يتم استيعاب الطلاب اللي هم أولوية وظروفهم صعبة، لكن هناك رفض قاطع بشكل كبير. بالإضافة إلى أنه لدينا قضية أخرى اللي هي قضية الطلاب الدارسين في باكستان، الطلاب الراغبين في الدراسة في باكستان. طبعا هو في كل سنة يعني يأتي الطلاب إلى باكستان، في هناك طلاب عن طريق المنح وطلاب عن طريق على نفقتهم الخاصة. في هذه المرة السفير رفض أنه يعطي أي طالب أي مقعد دراسي على نفقته الخاصة من اجل يعني تحت مبرر واهي، يعني يقول لك ان الطلاب عندما ياتوا الى باكستان بعدين يرجعوا يكتبوا علينا في الفيسبوك ويعتصموا امام السفاره يطالبوا بمستحقات. يعني انت تحرم الطلاب، يعني هذا تكريس للجهل في الداخل. المفترض ان السفاره ترفع نسبه عدد المقاعد في باكستان للطلاب الموجودين في الداخل، يعني الان الجامعات في الداخل موقفه، ومن يمتلك انه باكستان الأوضاع يعني ممكن الطبقة المتوسطة من الشعب استطاعتها إنه يدرس في باكستان، الأوضاع يعني ليست غالية يعني كما الدول الأوروبية. مع إنه في لقائنا مع وزير الخارجية عندما زار باكستان طرحنا هذا الموضوع، ووعدت السفارة أنها سترفع من عدد المقاعد وأنها ستعمل على تسهيل على الكثير من التسهيلات لدخول الطلاب، لكن في بداية السنة يعني نكتشف ان السفير يمنع اي طالب من الحصول على اي مقعد. طيب كان هناك حديث عن ان هناك جهود ربما من بعض المنظمات لحل مشكله الطلاب، ربما حديث عن منظمه الاغاثه الاسلاميه. نعم هي هذه المنظمه الاغاثه الاسلاميه هي اتت الى السفاره، ويعني كما قلت لك السفاره يعني
راح الملحق الثقافي واضاف اولاده وعيال عمه وجيرانه وخلاص وانتهى الامر. يعني لا توجد اي معايير للرفع للمنظمات، لا توجد للطلاب، يعني الطلاب اللي هم اوضاعهم صعبه، يعني في هناك كثير اوضاع صعبه يعني، لكنها لا تخرج للعيان. في طلاب يعني غير قادرين على انهم يعني من 6 أشهر وهم داخل الهوستل الجامعه لا يستطيع ان يخرج الى الجامعه، لا يستطيع ان يذهب، يعني لا يجدوا، يعني من 6 أشهر لم ترسل لهم يعني مصاريف من اليمن، الرواتب الاهالي مقطوعه في اليمن، وهم في باكستان يعانوا الامرين. السفاره طيب تصرف يعني ماذا عن دور الملحقيات، دور الملحقيه الثقافيه والسفاره في متابعه الداخل؟ للاسف لا يوجد اي متابعه، لا يوجد اي اهتمام، يعني يعني لم تنشر حتى الان، يعني طالبناهم بنشر المذكرات التي ترسل، يعني ما هو مدى التجاوب من الحكومه في الداخل، لكن لا توجد اي مؤشرات انه هناك متابعه، لم تنشر السفاره حتى الان على صفحتها اي مذكره ارسلتها الى الداخل، ولم تنشر انه هل اتت كشوفات من التعليم العالي او لا، يعني كل ما في الامر انه يعني بيقولوا خلاص احنا نتابع، يعني كما تفضل المسؤول اللي تكلم مع ضيف البرنامج من المغرب، يعني بيقول لك السفاره احنا نتابع احنا نتابع احنا نتابع. طيب طالما انت تتابع فين المذكرات؟ لماذا لا تنشر المذكرات على موقع السفاره انه نحن طالبنا الداخل لوزاره التعليم العالي، طالبنا وزاره الخارجيه؟ طيب يعني المفترض انه تصعد السفارات من دورها، يعني المفترض انه يعني اذا كان السفراء فعلا قادين لايجاد حل للمشكله، كان المفترض ان السفراء يتفقوا ويعملوا مذكره واحده ويقولوا ان هؤلاء الطلاب يشكلون ضغط علينا في السفارات وان اوضاعهم ماساويه، ويروح واحد او اثنين من السفراء ممثلين يقابلوا الرئيس الجمهوريه، يقابلوا وزير رئيس الوزراء ويعملوا حل عاجل وسريع للقضيه. يعني ما الذي ينتظره مننا نحن كطلاب؟ نحن كطلاب يعني وسائلنا محدوده، يعني ما توجد لدينا وسائل التواصل الاجتماعي فقط التي نستطيع من خلالها ان نوصل اصواتنا. يعني ما نستطيع مثلا. طيب ما حقيقه تهديد مجموعه من الطلاب بالفصل بسبب تاخير تسديد الرسوم؟ طبعا في تهديدات كثيره في كثير من الدول، ليس فقط في باكستان، في كثير من الدول انه نشروها الشباب على صفحاتهم انه هناك تهديد في الفصل، انه خلاص احنا الان في نهايه الفصل الدراسي وابتداء فصل دراسي جديد، يعني انت عشان تدخل فصل دراسي اخر يعني انت لازم تكون تعمل، يعني انتم ليست لديكم معلومات اكيده كاتحاد للطلبه، انتم معتمدين فقط على ما ينشر على الفيسبوك ايضا؟ لا لا لا، نحن لدينا بيانات اكيده، نحن لدينا بيانات اكيده، واقول يعني انه الموضوع هذا يعني من سابق، تم نشره من سابق وتم يعني تكلمنا فيه من سابق في لقاءات سابقه غطتها قناه بلقيس وغطتها كثير من القنوات، انه نحن قلنا لهم انه يعني في هناك طلاب لديهم مستحقات يعني سيفصلون، ربما لن يستطيعوا البدء في العام الدراسي الجديد، يعني نحن الان في الربع الرابع من المفترض الان موعد الربع الرابع من 2017 ولم يصرف الربع الثاني، يعني كان المفترض ان السفارات يعني عملت حل، على الرغم من ان ميزانيه السفارات تمشي بانتظام، ويعني والسفارات يعني بيغيروا سيارات، ويعني السفير عندنا بغير السياره الى سياره جديد، يعني ميزانيه السفارات تمشي بانتظام بينما ميزانيه الطلاب مقطوعه واعذار، ويعني بيقول لك ما فيش فلوس. طيب ما طالما انت بتغير سياره من يوم الى يوم يعني. طيب اشكرك جزيلا معاذ الصوفي يعني رئيس اتحاد طلاب اليمن في باكستان. ما تبقى من وقت نختم به مع ردفان الماس من موسكو رئيس رابطة الطلاب اليمني هناك. أهلا بك ردفان. حياك الله أخي الكريم. ضعنا في صورة آخر مسجدات قضية الطلبة والاعتصامات في روسيا. طبعا بعد وصول السفير الدكتور أحمد سالم الوحيشي إلى موسكو علقنا الاعتصام بعد ما فتحت أبواب السفارة كبادرة حسن نية، ونامل أن يقوم السفير على حل كثير من المشاكل العالقة وأن يعمل على نقلة نوعية للسفارة من اليمنية في موسكو. لدينا مشكلتنا مشكلة الخريجين اللي السنة الماضية وهذه السنة، ومشكلة الرسوم الدراسية، لأن الطلاب التمويل الحكومي في روسيا حوالي 86 طالب،
الجامعات لم تعطيهم امتياز من الجامعات بعدم دفع الرسوم الدراسيه. يعني الان اذا لم يتم تسليم الرسوم الدراسيه للجامعات سيتم طردهم من روسيا، وهذه مشكله كبيره ايها الاخوه الطلاب هنا. اذكر اهل القلم الان مستحقات الربع الاول او مستحقات الربع الثاني والثالث. الان نحن الان على موعد استلام مستحقات الربع الرابع ولم نسلم مستحقات الربع الثاني والثالث. كذلك مشكله الاستمراريه، طلاب الاستمراريه الان عالق لمقام الحكومه بحلها. طيب ماذا عن الوعود الحكوميه التي كانت قدمت سواء من رئيس الوزراء او وزير التعليم العالي فيما يخص طلبه روسيا، هل صرفت لكم جزء من المستحقات؟ لا توجد اي استجابه ولا اي بوادر حل المشاكل. اشكرك جزيلا. اذا ردفان الماس رئيس رابطه الطلبه اليمنيين في روسيا، وايضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقه من زوايا الحدث تحت الحلقه. تحيه طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقه الزميل محمد عبد المغني.